كمان. نحن أتينا لفك الحصار عن هذه القرى المجاورة لنا الذي أضرموا في بيوتهم النار ونهبوا بيوتهم وشردوا نساءهم. أتينا لنطلب منهم فك الخط، خط الطريق وإعادة الناس. رفضوا وحملوا السلاح ضد المقاومة. ما كان من قيادة المقاومة إلا أن أعطيتنا التوجيهات، حتى بدأنا بالهجوم من منطقة العروس، ثم الهجوم إلى المجمع، وبعد ذلك مشطنا به الفجر، قمنا بتمشيط المنطقة، ولله الحمد دون خسائر تذكر، لله الحمد تم أسر 25 متحوث، منهم من ذمار ومنهم من صعدة ومنهم من أب ومنهم من تعز من بيت الجنيد. أتينا لنبحث عن المخربين الذين أخذوا سلاح الدولة من العروس وقاموا بضرب المناطق المجاورة. هذا كانت مهمتنا. المنطقة ليست بالكبيرة بحجم ما نلقى من مواد غذائية في البيت الواحدة، أكثر من 40 إلى 50 كيس بر ودقيق وإلى ذلك، والناس في المدينة يموتون جوع، يتباكون على حصار الصراري. أي عن أي حصار يتباكون؟ والله أن خزانات الماء مملوءة بالسكر، مملوءة بالبسباس وغيره وغيره وغيره، والناس في المدينة لا يجد حبة طماط. واحد فرتاش حصل 15 100 عندني هي ما شاء ليش ما اعرف واش موني داري من حق المقاومه ولا ايش من حق المقاومه ما اعرف شاني ارحم لله ارحم الله ما معي الا شباب يا طالع ما معشي ولا معي حتى ما سالت الله ما استش اقول شلو أيوه. انا خبرته بسيط ما عاسكش اكذب ولا سكي اشهد باكد ما معيش نبرا اليك مما يفعلون اللهم انا نبرا اليك مما يفعلون اللهم انا نبرا اليك مما يفعلون قال لنا اسبوعين جالسين بالحناء خارج القريه ايوه اطلع خارجين دخلت خارج القريه والان جينا انه البيت حرقت حقنا جينا نخرج باقي الاداه ليش كنتم هاربين من القريه السبب لانه الصراري يهددونا ايش كل حاجه لان احنا اشتراكيين ما يخلوناش نجلس بالبلاد احنا يا حوثيين ولا مقاومه الفت خلونا بيتنا قاعد نشوف العلم حق الحزب الاشتراكي فوق بيتنا اصحاب المقاومه دخلونا لبيوتنا وخرجوا لنا الاداه حقنا ولا ضرونا بحاجه زادوا يندولنا ياكلونا يشربونا ذهن ولا قالوا لنا حاجه ما قصرش معانا ولا حاجه ولا قصروا معانا حاجه ليش احنا من نفس صدق لا انا كذب ولا حاجه ما احناش حق كذب دائما